يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر المؤلف رحمه الله كلاما فيه نقد لبعض الرجال، فهل يوجد في زماننا من ترون أنه من أهل العلم وهو متخصص في الرد على المخالف في مثل هذه المسائل؟ لا تخلو إن شاء الله الأرض من العلماء ومن المتخصصين في علم الحديث، وإن لم يكونوا مثل القدامى لكن لهم اختصاص في علم الحديث والنظر، ولا تخلو الأرض، لأن الله يحفظ هذا الدين ويبقي له من يبقي لهذا الدين من يحفظه الله به، فلا نيأس نقول ما في أحد. نعم، لكن قد لا نعلمهم نحن. نعم.